باقي معكم باقي. نمشي على الحكايات شوية. قصري شوف بعد نجاوبوا على بعض الاسئله اللي كانوا تعطى ضروري ما نجاوبوا عليهم. انا اللي داير دابا 3 كونت خدامين 3 كونت الكاتريام سكور كيقول لك هذا كاين في الالبوم الاول ديال علاش هذا الالبوم التلحين ديالي والكلمات ديالي والغناء ديالي وكنغنى معايا فيه كنحييه الصديق النامي امازيغ شونتور امازيغ اللي دار الجائزه الاولى في الاغنيه العصريه الامازيغيه سي نور الدين النامي اللي كنحييه. كيقولوا كيجيو كيقول لك انت السي الابراهيمي غير ابراهيمي بلا ديك السي انت دابا كدير لك عداوه على انك كتقول اننا حنا ماشي بحال الجزائريين وبعض المغاربه كيقول لك يا ودي تحيه السي عادل الكواكب وتحيه السي الادريسي وعبد العزيز ميريني تحيه لكم. كيقول لك حنا عندنا قواسم كثيره كنشاركوا قواسم كثيره خاصها شي نهوات قواسم كثيره وكل ما يجمعنا هو اكثر ما يفرقنا. خدعتيني انت اللي بغيت وغدرتيني انت اللي بغيت وغدرتيني انت اللي بغيت وخدعتيني واليوم صبحت حياتي هانية واليوم ولات حاجة تانية واليوم صبحت حياتي تانية واليوم صبحت حياتي هانية انت اللي بغيت وخليتيني انت اللي بغيت وغدرتيني انت اللي بغيت وخدعتيني انت اللي بغيت وغدرتيني انت اللي بغيت وخدعتيني انت اللي بغيتي وخدعتيني.
حضرتيني للي انت اللي بغيتو غدرتيني ماشي انا اللي غدرتيني ورميتي يقولي احنا اللي غدرناك قواسم مشتركة وتاريخ مشترك ولغة مشتركة ياك مع الجزائريين صحيح متفقين مع القديم والعقلية مايند سبيريت واش مشتركة واش عندنا نفس العقلية وفكر مزيان القراقير مني جاتك القفطان منين جاك القراقير منين جاتك جلابية القراقير منين جاك القفطان منين جاك القراقير منين جاتك البداية القراقير منين جاك التاريخ منين جاك القراقير منين جاتك الهوية موسيقى غادي نخرج غادي نوليو دايرين مهرجان دابا هادو
اللي كيقولوا لي لنا قواسم اللغه لنا قواسم مشتركه اللغه ديال ديال خاويه في عامره. على اي ما نطولش عليكم ما كاين لا قواسم مشتركه لا والو. احنا مغاربه عندنا تاريخ ملكي، احنا مملكه مده 14 القرن. هما بغاو يحاربوا المملكه، بغاو يحيدوا المملكه، اش غنقسموا معاهم؟ الا بغيتوا تقسموا معهم اللي قابلين انك تقسم معهم القواسم المشتركه، ما غير راك انت ضد الملكيه، ما عندنا حتى علاقه بهم، لا عقليه ولا تاريخ ولا هويه. اوني ديفيرون، حنا مختلفين، وي ار ديفرنت، وي ار نوت ذا سيم، وي هافنت ذا سيم مايند، ما عندناش نفس العقليه، وهذا يكفي، وما عندناش نفس التاريخ. تاريخهم مزور، هما باقيين مقاطعه فرنسيه، دوله وظيفيه، مازال ما خداوش، راهم باقيين استقلال، خداو داك الحكم الذاتي وتقرير المصير. وحنايا حنا ما عمر الاوصال ديالنا ما راه ما تقطع، التاريخ ديالنا مشى 14 القرن بدون انقطاع. وجيت حتى اليوم تعاتبني تقول لي انت حقا، واخويا تواصل معهم وتقاسم معهم ودير معهم، الله يسهل عليكم. هما اللي كيسجنوا لك المغاربه 25 سنه، هما اللي مسلطين عليك حرب 47 سنه، هما اللي حاربوا لك الملكيه 60 سنه، هما اللي داروا لك الدعايه 60 سنه، وباقي المشوار طويل، هما يهبطوا يديهم. محدك انت كتسنى وضعيه التعايش، تعايش مع اليهود، تعايش مع السنغال، مع بوركينا فاسو، مع الهنود اللي قام عندهم لا دين لا مله، تعايش معهم مستحيل، لانهم دمهم كيكره المغرب، في الدم ديالهم، في الدات ديالهم، في الجينه ديالهم يكرهوا المغرب. اش كتصدع راسك؟ علاش باغي تخلق منه صديق واخ وهو ما باغيكش؟ علاش؟ هذا واقع، بغيتي ما بغيتيش كلها والراي ديالو، فهمتي؟ تامينيز، حنا عندنا ملكيه وكنحترموا الملكيه وكنقدسوا كل ما هو محترم، حتى المغربي راجل كبير نقدسوا ونعطيو ليه قيمه ونبوسوا ليه راسه ونبوسوا ليه يديه ومراه كبيره ونبوسوا يد الملك، وما شغل حتى شي واحد، ما شغل حتى شي واحد. ايوا خويا لا كيبان لك عندنا قواسم مشتركه، سير قول لهم يجريو على البوليزاريو، وسير قول لهم يخليو الملكيه تروحوا كل عليهم، ايوا ديك الساعه نقدروا نهضروا. اما مادام هما فاضيين ديك حرب وكيجيبوا لك الايرانيين وكيصوبوا في النووي مع الايرانيين وباغيين يدمروا المملكه، وتجي اليوم تفرض عليا انني نثق فيهم ونتعامل معاهم. نو برادر هود اد نو برادر هود اد بوردر، نو برادر نو فريند. الى اللقاء الحلقه المقبله ان شاء الله.